عمل طريق البناء لهذا اليوم يبدأ الآن، لنذهب. جرافة. كيكي، ساعدني، أنا في ورطة. ماذا يحدث؟ هناك الكثير من المجوهرات تحت الأرض، ولكن ليس لدينا الأدوات. يمكن للحفارة أن تخرج لنا كل المجوهرات. هل يمكنك مساعدتنا؟ لا مشكلة، ستحل الحفارة المشكلة. ها هي الجوهرة، لنبدأ في الحفر. استخراج كل المجوهرات، شكرا لك. الأمر سهل للغاية، لقد اكتملت المهمة يا فريق البناء. هناك صدأ بالسيارة، لنقم بإصلاحها. إن رأس الأداة غير نظيف، قم بتغييره. إن رأس الأداة غير نظيف، قم بتغييره. توجد كومة رمال، لا يمكننا المرور. يا صغ حفارة. جرافة، ادفع الكومة بعيدا عن الطريق لكي نتمكن من المرور. اوه، تم التخلص من التراب. ماذا يمكنني أن أفعل من أجلك أيها الدب الصغير؟ أريد بناء منزل جديد، ولكن ليست لدي رافعة. لا مشكلة، سوف أعتني بالأمر. الرافعة جاهزة، لنذهب. يا صغار، حفار، جراف، رافعة.
أستخدم عصا التحكم لسحب مواد البناء من أجل بناء المنزل. استخدم عصا التحكم لسحب مواد البناء من أجل بناء المنزل. لنقم بتزيين المنزل. لنقم بتزيين المنزل. هذا المنزل جميل جدا. شكرا لمساعدتك لي. أصبح الآن لدي منزل جديد على الرحب والسعة. لقد اكتملت المهمة يا فريق البناء. قم بسحب الزر الأحمر وافتح الحاجز. أوه، توجد كومة رمال لا يمكننا المرور. رافعة، جرافة. ادفع الكومة بعيدا عن الطريق لكي نتمكن من المرور. تم التخلص من التراب. سيكون أفضل إذا كان هنالك عجلة دوارة في حديقة التسالي. لنقم ببناء عجلة دوارة معا لنتخلص من الرمال ونقم بتسوية الأرض.
الآن احفر حفرة من أجل العجلة الدوارة. الآن استخدم الرافعة لبناء العجلة الدوارة. الآن استخدم الرافعة لبناء العجلة الدوارة. رائع، اكتمل بناء العجلة الدوارة، إنها جميلة.